وللمزيد معنا محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. يعني بعد التحية والعديد من إحساس المواساة إليكم، يعني تواصل إسرائيل تكثيف القتل واستهداف المدنيين ربما لتسهيل الاجتياح البري، إلى ماذا تهدف إسرائيل بهذه التصرفات بالضبط؟ هذه مذبحة بكل ما في الكلمة من معنى، مذبحة مفتوحة تنفذها دولة الاحتلال في قطاع غزة. الهدف من ورائها هو دفع الفلسطينيين وإجبار الفلسطينيين على الخروج من فلسطين، ولن يتوقف الأمر، لو نجحوا لا قدر الله لن يتوقف عند قطاع غزة، بل أيضا سيشمل الضفة الغربية والقدس لتحقيق الغاية الصهيونية القديمة الجديدة، أنهم يريدون أرضا خالية من شعبها، أرضا فارغة كما قالوا، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. أعلنوا عن هذا الهدف وعن هذه الغاية من اليوم الأول للعدوان، عندما طالبوا مواطني قطاع غزة بالتوجه جنوبا وبالخروج إلى مصر. وأقول لكم بكل صراحة أنه لولا الموقف المصري الشجاع والقوي، ولولا الموقف الأردني الشجاع والقوي المتوافق والمتطابق تماما مع الموقف الفلسطيني الثابت الراسخ لعدم الخروج من فلسطين، ربما كانت هذه المؤامرة قد نجحت في دفع الفلسطينيين في قطاع غزة تحت نار القصف والقتل والموت إلى مغادرة القطاع. هذا هو الهدف الذي يسعون من خلاله إلى تصفية القضية الفلسطينية، تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وعلى حساب الأردن وعلى حساب الشعب الفلسطيني. ولكن الجميع منتبه لهذه المؤامرة ولهذه الخطة الشيطانية، ولن نخرج من أرضنا. وقال الرئيس محمود عباس في قمة القاهرة بشكل واضح وأمام الجميع، لن نرحل من أرضنا وسنبقى فيها، لكن المأساة كبيرة، الكارثة متفاقمة، الوضع في قطاع غزة يمثل عارا في جبين الإنسانية وفي جبين الحضارة الإنسانية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدعي أنها مع كرامة الإنسان. ما يجري في قطاع غزة هو مذبحة حقيقية، يروح ضحيتها وراح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، تدمير كامل للبنايات والمساكن، استهداف للمستشفيات. لا يوجد في قطاع غزة أي نوع من مقومات الحياة اللازمة والحقيقية للإنسان، لا يعني طبيا ولا غذائيا ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا حياة حقيقية في قطاع غزة. هو وضع غير إنساني بكل المقاييس والقوانين والأعراف. يعني السيد محمود الهباش، بموقفك كمستشار للرئيس الفلسطيني، برأيك متى يتوقف أو تتوقف إسرائيل وتوقف هجماتها الوحشية اللا إنسانية تجاه قطاع غزة وسكانها المدنيين؟ هل بضغوط دولية أم تحت وطأة عدد كبير من المحتجزين؟ عندما يصبح للقانون الدولي معنى، وعندما يتحول القانون الدولي من مجرد نصوص يتم اجتزاؤها أو التعامل معها بمعايير مزدوجة إلى قانون فعلي، إلى قانون يطبق على الجميع، يطبق بعدالة، حينها تتكف دولة الاحتلال عن هذه الجرائم التي ترتكبها. لكن ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بانحياز وبمعايير مزدوجة، وما دام المجتمع الدولي عاجزا عن تنفيذ إرادته وتنفيذ القانون الدولي بعدالة على الجميع، فتظل إسرائيل بمنأى عن المحاسبة، وسيظل الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذا الانحياز الأعمى لصالح دولة الاحتلال. عندما تصبح الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تطبيق القانون الدولي بحيادية، وهذا لن يحدث إلا إذا شعرت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك ضغوطا حقيقية تمارس عليها وأن مصالحها مهددة، وهذا يمكن أن يأتي فقط من خلال مواقف عربية وإسلامية ودولية قادرة على وضع ضغوط
حقيقيه ومؤثره على الولايات المتحده الامريكيه. يجب ان نتحدث مع العالم وان نخاطب العالم باللغه التي يفهمها، لغه المصالح، لغه الحسابات، لغه الدول التي تحترم شعوبها وتحترم كرامه الانسان. وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا السيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف.